and gentlemen, we will start the taxi phase. Hope that's by your choice. We would like to remind you on board this flight, a special offer will be made on most flights. You may refer to the list of reduced prices available on the cabin crew in charge of them. توجهنا من بيروت إلى إقليم كردستان بغاية العبور إلى منطقة سنجار المنكوبة بالحرب اللي دايرة بين المكونات المحلية من شعب كردي وأيزيديين بمواجهة داعش. المرحلة الأولى من رحلتنا وصلنا على إربيل، ومن إربيل توجهنا إلى منطقة دوهوك. الو، مرحبا. الو، مرحبا وسهلا. سيادة العقيد، انا كارول معلوف، عم بتصل من قبل المقدم ريجر، اعطاني رقمك احكي. نحن وصلنا على الدهوك، بس لو بتقلي وين لازم نلتقى. الو، صباح النور ريهان. حبيت بس اتاكد اذا مش الحال، يعني نحن هلا ناطرين يمضوا لنا ويوافقوا لنا من المديريه، ووقتها بتجي الموافقه بنطلع ضمني مباشر، صحيح؟ بمنطقه الدهوك طلب منا انه نقدم الاوراق الرسميه لسبب الزياره الى منطقه سنجار. نحن كنا وصلنا يوم خميس، الدوام نص نهار، قدمنا الأوراق ولكن رفضت السلطات بمحافظة دوهوك وبإقليم كردستان أعطائنا الموافقة. في عدة أسباب يعني بتمنع الصحفيين من الوصول إلى المناطق الحدودية. أول سبب مثل ما فهمنا من السلطات بإقليم كردستان والسلطة المحلية أنه هي لسلامتنا، لأنه المنطقة تعتبر منطقة خط تماس وخط خطوط أمامية بالمواجهة مع داعش. I am with a cameraman and an assistant, so we three people, me and two guys. I don't have a fixer, no. I need one. Thanks Aziz, I appreciate it. Thank you so much. Thank you. السبب الاخر يلي كان ممكن نحن يعني ما توافق على طلبنا، هو مثل ما فهمنا انه الصحفيين يلي سبقوا زاروا هيدي المنطقه كان عم ينعطى فرص لصحفيين اخرين انه يزوروها لاول مره، ونحن كنا سبق وزرنا المنطقه بال 2014 وباللحظات الاخيره وافقوا انه نحن يعني ندخل على منطقه سنجار لتغطيه الاحداث. أنا صحفي، اسمي كارول معلوف، أعطاني فلاديمير رقمك، اتصل فيك.
كان نطلب منا من الحكومة المركزية بإقليم كردستان إنه إذا بدنا نتوجه لمنطقة سنجار لنغطي الموضوع لازم يكون عنا فيكسر، أي شخص بيساعدنا بيكون من المنطقة بيحكي اللغة وبيعرف عد المكونات، يعني كيف نحن بدنا نتعامل معكم، نحن أجانب وغريبين عن المنطقة. أنت فيك تطلع معنا لأنه سألوني إذا عندي فيكسر، فقلت لهم انا انه في حدا ممكن اتصل معه، بس ما عطيت اسم، يعني قلت بتصل فيك قبل اذا ممكن يعني ترافقنا. تمام، اوكي، شكرا عزيزي، يلا الله معك. قبل كم اسبوع حرروا كم قريه بسنجار، تعرف حل سنجار؟ اوكي، بس فرونت لاينز نيو ليبريتد ارياز ان سنجار. بالذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو توجهنا إلى المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، أي منطقة الممتدة من سنجار إلى حسكة داخل الأراضي السورية، الخط التماس الممتد على طول الحدود السابقة يلي كانت تعرف بحدود سايكس بيكو، وهي المواجهة مع داعش على الخطوط الأمامية. نحن حبينا نتوجه لنعرف شو حقيقة الموضوع، كيف عم بيتم بناء المؤسسات، كيف عم بيتم قتال داعش، وكيف عم تتفاعل المكونات الاجتماعية والسياسية مع بعضها على الأرض. نحن رايحين باتجاه فيش خبور، صح؟ صح، طوع يعني لأنه تحت ما فينا في تلافر في داعش. لا لا، توجهنا نحن والفيكسر بالسيارة من دهوك إلى سنجار، وعلى طريقنا مرينا بمنطقة ربيعة. منطقة ربيعة معروفة إنها من الأكثرية العرب، من العشائر العربية اللي تم تدميرها من بعد ما دخل عليها داعش، ومن بعد ما تم قصف داعش من التحالف الدولي. ونحن وعلى الطريق التقينا برجل وحكينا معه عن وضع ربيعة وعن تجربتهم بهيدي المنطقة. مرحبا، شو صاير هون؟ والله هذا كله هذا اثر دواء داعش، الله لا يوفق داعش. انتوا كنتوا هون وقت اجى داعش؟ ايه كنا هون. انتوا عرب؟ ايه نعم. من اي من العشائر؟ من شمال. من شمال؟ شيء من شمال. وهيدي هلا ربيعة هون، صح؟ ايوه ربيعة. طيب كيف صار هيك؟ تعال نمشي شوي انا وياك لهون نشوف الموضوع. والله صار شوي هذا كله مخلفات الدواعش، الله لا يرحم والدينا هون. بس كيف مخلفاتهم؟ يعني هن من القصف، من التفجير، من القصف ومن التفجيرات، وصارت معركة هون، صارت معركة بينه وبين البشمركة، فعندما سحبوا هذه تدمرت المنطقة. مين اللي بيتحمل المسؤولية؟ يتحملها داعش. شو يتحمله؟ تحملها داعش ولا جاب داعش علينا؟ مين اللي جاب داعش عليك؟ جابوه منه، هل يعرف هو اللي جابوه؟ مين؟ جابوا المالكي وجماعة المالكي. انت مين بتدافع عنكم؟ والله حنا ما دافع عنا غير البشمركة. بشمركة بس ماكو غيره. انتوا متى رجعتوا على هيدي المنطقة؟ رجعنا شهر الثالث 2015. وصار في إعادة أعمار أو؟ والله ما من يعمر، ماكو حد يعمر، منو يعمر لنا؟ ما لا دع لا حد دعمنا بشيء ولا شيء. جزاهم الله خير البشمركة، سووا لنا أمان، سووا لنا مي، سووا لنا الكهرب وغيرها، ما مركزية ماكو ولا يساعدونا ولا شيء. بدي أسألك سؤال. إيه تفضل. البشمركة أكره أي. يعني من الشعب الكردي. أي نعم. وداعش ان مع تأكيد انه هن يعني داعش عرب تقولين؟ مسلمين. مسلم؟ وعرب ما هم مسلمين، هذول يشوهون اسم المسلمين. المسلميان ما يذبح المسلم. صار ذبح هون؟ اي شلون ما صار؟ البيشمركة عراقيين، عراقيين وحنا عراقيين ودافعوا عنا كعراقيين، ما في يعني مشكله بيننا. يعني البيشمركة شعب عراقي، شعب كردي مو عراقي، عراق وحنا عراق، احنا كلنا اخوان، ما في اي مشكله بيننا وبينهم. يعني احنا كلنا اخوان ومتعايشين من مئات السنين. كنا بدلنا عايشين مع بعض، هالحين عايشين ومتعايشين ووضعنا تمام. يعني في ناس من المنطقه تعاملوا مع داعش؟ والله بالنسبه مثل ربيعه نسبه قليله، يعني تقدر تقولين 4%. اما بغير المناطق ربيعه القرايه الميشمر اي صاروا داعش معهم. صاروا معهم؟ اي كثير صاروا. راحوا معهم ولين قتل ولين.
بالله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ممنونين جدا. اوكي حجي. السياسة شنو؟ إنه يخلون العرب بين الحدود واليزيدية على مود يسوون حدود يعني منطقة عربية واخذوا الأرض يعني قصرا. من بداية تأسيس الدولة العراقية لحد الآن كل فترة تصير تعريب. بس يعني إذا عم بتقول هيك يعني العرب صار لهم ساكنين هيدي المناطق حوالي 100 سنة. لا قسم حوالي 40 سنة. قسم 100 سنة، قسم تقريبا 90 سنة، يعني مو تقول يعني تعريف كل فترة يعني. وهول العرب اللي كانوا عايشين هون وين راحوا؟ راح قسم مع داعش، وقسم انقتل هنا وقسم يعني بغير قرى، رحلوا لغير قرى. هاي كان المخفر يعني معسكر شو يسمونه مركز حدود، حرس حدود، حرس حدود العراقية. داعش فجروا. هون في المعسكر قوات الهابائي يعني HPE بالعربي قوات حماية إزدخان، يعني إزدخان تعني المناطق اللي فيها الإيزيديين، ويعني مو قوات خاصة للإيزيديين بس لحماية المناطق اللي فيها إيزيديين يعني. والأسهل التدريبات مستمرة، أول وجبة تخرجوا قبل أسبوع وهلأ الوجبة الثانية بالتدريب. عدد الوجبة الأولى كانت 500 مقاتل، وهلا هاي الوجبة تقريبا 800 إلى 900 مقاتل. ماش خال؟ إيه. الدمار اللي شهدته المنطقة خلى الشباب بمنطقة سنجار من الإيزيديين يتوجهوا إلى معسكرات تدريب لحمل السلاح للدفاع عن نفسهم وللدفاع عن المنطقة، لأن التجربة اللي هن مرقوا فيها بعام 2014 مع دخول داعش إلى المنطقة أدت لخسائر بشرية كبيرة، خسائر بالبنى التحتية، بالخطف، خسائر يعني على صعيد الإنساني خسائر هائلة. فتح المعسكر يوم 6/4 بحضور 60 شخص من نظام داخلي ونظام العسكري حسب التنظيم الداخلي في المنطقة. ويوم 3/8 بدأت إبادة جماعية على هذا المنطقة المكون اليزيدي، العالم كله سامع وهزت ضمير العالم. فأشقد راجعنا من الجهات العليا، من حكومة بغداد، من حكومة أقليم كردستان، ما حد انطونا مجال وفتح الطريق علينا في سبيل نخلص بناتنا ونسواننا من ايد داعش. ومحنا باقين بهالمنطقه كمجاميع طول الجبل، هذول المجموعه وما كان عنده مكان. ومن صار مجال فينا يوم 6/4 قام السيد حيدر ششو كقائد هذه القوه في المنطقه وجمعوا رؤساء مجاميع وفتحوا المعسكر بهذا التاريخ 6/4. والحمد لله والشكر بدأنا التدريب بصورة صحيحة، والحمد لله والشكر شباب. احنا لو طلبنا 1000 جانا 5000، والحسب الآلاف 6000 اسم موجود بالمعسكر بسجلاتنا. طبعا للأسف الشديد الدعم قليل. واحد الحركة ندرب على السلاح كلاشينكوف.
محاول على توشكان. هذول عندنا أسلحة ودربناهم على التدريب قوات خاصة. حاليا 150 جبل ندربهم. التدريب النساء كيف يتم؟ التدريب النساء هم تفكيك سلاح كلاشينكوف، هم ندربهم على هاون، على بي كي سي قاذفة ندربهم. إلى الداخل دور عادة ترانسل. إذا قبل شو كنت تشتغل؟ شو كنت تعمل؟ عامل. عامل؟ بس إنه كيف عطتك الخبرة؟ الخبرة يعني بالجيش قوات خاصة وقت السادات 2004، سبع سنوات لما طارت الأحفر ويا الأمريكان، دورة خاصة كان كوماندوز أمريكي. الطريق الدولية يلي بتربط العراق بسوريا، أي خط إمداد يلي بيربط داعش من الموصل إلى الرقة في سوريا، ولكن هيدا الخط الإمداد تم قطعه من بعد ما البشمركة قدروا استولوا على هيدا الطريق يلي نحنا حالياً ماشيين عليها. دمار هائل، ما عاد في أي سبل للحياة هون للمدنيين حتى إنه يرجعوا على هيدي المناطق. هاي السيارة داعش صارت عليه قصف من طائرات التحالف من جد قوات البيشمركة وبقية المجموعات من وقت يعني وقت تحرير مدينة سنجار. فهي كانت تجي يعني على أساس تفجر نفسها على البيشمركة وصارت عليه قصف من قوات التحالف. توجهنا إلى الخطوط الأمامية مع ما بين البيشمركة وداعش، وصار في اشتباك ما بين داعش وقوات البشمركة. خلينا نشوف إذا فينا نشوف شوية البشمركة، لأن إحنا هلأ على الخطوط الأمامية دغري يعني مع داعش. رح نشوف هلأ بركي بنحكي معهم شوي بنشوف شو بيقولوا لنا، شو بنقدر نشوف كمان من فوق من عنا. السلام عليكم. سلام سلام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني عمل جبار طبعا اللي عم تعملوه. هلا هون أقرب نقطة صح؟ يعني 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 هون خلص صار دغري ايه. بعدنا داعش؟ إيه أول نقطة إحنا هون. قد إيه لكم بهيدي النقطة هون؟ تقريبا شهر 11 يمكن. من شهر 11 إلهم. 2015. في اشتباكات بتصير؟ والله مرات بيقربوا كثير. هلا هذا الماتورات تشوف هذا المزرعه، ايه يجون على هالمزرعه ويسوي اشتباكات بين وبين داعش. ليه برايك انحصر؟ يعني انا كنت هون من سنتين وكنت على هيدا الخط ويعني شفت شو صار، كان داعش عم بيتوسع. شو سبب انه هلا برايك عم بيرجع يعني عم بيتراجعوا؟ وقت ما ماخذين السنجار لاقوا الطيارات مال التحالف والبيشمركة هم قوة مالهم هالقد، قوة خفيفة يعني مجمع الزيراك، ويمكن أقول لك تقريبا 20 بيشمركة وبسنجارك واللقى ماله لقى 17 ما قاعدين بي مو هالقد يعني قوة بهالمنطقة. هلأ صار صار في دعم؟ لا صار قوي، البيشمركة قوي هسا والدعم قوي، والطيارات مال التحالف يجون يومية، يجون كل يوم بعد من يجي سيارة. إذا هسا سيارة مال داعش يطلع من هالجارية من هالمزرعة شي يجي علينا قبل الطيارة يجي علينا.
مع السلامة. ترجمة. هيدي اقرب نقطة اشتباك بين البشمرجة والداعش من تاني ميلة. يا هلا بك يا هلا بك. يعطيك العافية. هلا شو سمعنا انه عم يرموا وفي قناص. ايه بيه في قناص اكو بناية هناك يعني وقفت بهذا البنات كلها مفجر بها وفجرت بنات وبها قناصين تحت هذا الشجرة مالتهم الحائط اللي وقف تحت هذا الحائط يرمون على البشمركة والورا حشيش الحشيش بيه هو قناص بيه يعني اوكي يعني افضل نضل واطين نحن من القناص احنا هنا احضر افضل من أوكي. افضل من الاكل يلا بملا أهلاً. شو كيف الأوضاع؟ والله أوضاع شوية يعني الحمد لله. إيه؟ إيه الحمد لله بس هسا والله ما هم جماعة الدواعش. إيه. هل هيدي النقاط ثابتة يعني أنتم؟ لا والله تقدمون يعني. ترجمي. أزاي ترجمي؟ بيش. شكيش خواني زيك اللي نجاو ناس صافية. لأن. ذا ويذر نوت جود يعني. الويذر مو زين يعني شوي غايم وتراب وهاي فالدواعش يتقدموا بهيك ظروف لان الطياره ما بتشوف السيارات يستفيدوا من المنظر يستغلون فؤاد وطيلي راسك فؤاد وطي راسك انت قناص خلينا نطلع نحن ناو اي جو اوكي يلا اطلعوا اطلعوا بالسياره هلا بسرعه لحظة صعبة يعني وقت واحد بيشعر انه الخطر صار هالقد قريب عليه وهالقد يعني ممكن تكون حياته عم تتعرض للخطر وممكن يفقد حياته او ينصاب على الخطوط الامامية دايما الشعور بالضعف يعني بهيدي اللحظة هو بيكون سيد الموقف ولكن نحن تداركنا الامور وقدرنا انه طلعنا من نقطة الاشتباك بالوقت المناسب كنا هون نشوف عم بصير احسن مرحبا طلع الطيران سلام كيف الوضع؟ كلش حلو في اشتباك اول يوم؟ هاي قدامنا بالطريق ممكن نصور؟ ها؟ ممكن نصور من هون؟ هلا وين الاشتباك عم بيصير؟ فينا نشوف؟ شفتوا وين قصفت؟ ما يبين القرية هذا القرية اسمه هذا القرية في العزيز لا هون شو هون هاي كويس مرحبا يعطيكم العافية الله بخير هلا بس ما عم بقدر اعرف انا وين داعش بالضبط هي في العزير اكو هذا القريه اسمها العزير بالضبط انا 6 كيلومتر
6 كيلومتر إيه. بس هلا لانه ضباب ما بنقدر نشوف إيه. 6 مبين اكو برج ما بيبين لا بس قريب هواي قريب 6 كيلومتر الجو مو زين هلا اذا بهذا الجو بيطلع الطيران ايه طبعا ايه يطلع هن احداثيات ما دخلت احداثيات نحن هيدا اقرب نقطة على داعش بالاقليم اقرب نقطة هي هنا هذا الجبهة هيدا الجبهة اقرب شيء يعطيك العافية شكرا شكرا مع السلامة باي 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 بعد الاشتباك نحن وراجعين على الطريق بيوقفنا كلب بنص الطريق بقى بنطلع بنشوف انه معه راعي وكان الراعي الوحيد المدني الوحيد يلي موجود بكل اقليم سنجار او هالقد قريب من الخطوط الامامية جبيك عملوا وش عزيز؟ نعم نعم بس عزيز الشاب اللي شفته هون عنده الخواريف هو المدني الوحيد يلي قابلناه بكل سنجار وقت ما جينا كان عم بيقول انه اخذوا له داعش 480 راس خروف ولكن هو مستعد يضحي بال 300 راس اللي باقيين اذا بترجع بس بنت وحده من الايزيديات اللي اخذوهم داعش كثير كان كلامه مؤثر أنا. من بعد الخطوط الأمامية توجهنا إلى مدينة سنجار المنكوبة الدمار الركام منطقة يعني أصبحت شبه مسطحة من الطيران التحالف ومن داعش وما فعلت يعني بهذه المنطقة ولكن أكثر شخص أثر فينا هو الرجل يلي قابلناه كمان على الطريق وحكى لنا كيف داعش أخذت عائلته وكيف له 10 أشهر ما تواصل معهم وكيف داعش طالبين مصاري ليقدر يرجع يشتري عائلته مثل ما هو خبر زوجتي 3 بنات وابني ما بتعرف شي عنها؟ خابروني قبل 10 أشهر رجعت اتصال يعني من عندهم يعني كانوا بتطلع فر والبنيه بنتي كبيره بسوريا بالراقه اخذوها بسوريا اخذوا سوريا البنت والباقي خابرني مره قبل 10 أشهر كانوا بتلعبوا وست سنوات انقطعت الاتصال 10 أشهر انقطعت الاتصال يعني الكلام ما بيطلع من شيء ما بقى يعني ما بقى في كلام ايش نعمل احنا؟ ناشدنا ضمير العالم ضمير الانسانيه كل العالم تقومون يعني خلصون هاي الأطفال شنو ذنبهم هذا واحد يعني شو سوي انت شو سوي يعني شو سوي شنو بيرجع ان شاء الله نتمنى من الله يعني قد ما بنقدر رح نعمل لنوصل لك صرختك للعالم للعالم لضمائر العالم ضمائر الإنسانية ضمائر العالم كل الشرائح مسلم يعني يزيدي يعني مسيحي كل العالم ناشدة بأن يكون يعني إنسانية هاي الأطفال يرجعونا أطفال إذا رجعوا هذا لمن اتصالات ماكو يعني ما نعرف شنو شو صار بيهم يعني يأخذ البنية عمرها 17 سنة يأخذ يزوجين بالقوة والطفل يأخذ يزوج يعني ما عندهم إنسان شو تقول عليهم يعني ما بعد جرائم اللي ارتكبوا يعني ما توصف يعني الله اشكرك الله يخليك سر سليم تشاري يعني
هاي المنطقة منطقة مجمعات طبية، في عيادات ودكاترة صيدليات، وهذا بالضبط هذا كانت برج قديم يعني يرجع تاريخه الآلاف السنين. كان قبل يستخدموه كبرج للمراقبة، لمراقبة الأوضاع في هاي المنطقة يعني الأوضاع العسكرية، وبعدين بعد الحملات الإسلامية على اليزيدية بهاي المنطقة حولوها على جامع. فداعش من اجت عرفوا انه هاي يعني ما يعني تاريخه يعني قديم، فرادوا يعني يدمرون التاريخ، الثقافة المنطقة والتاريخ كلها، يعني الأماكن الأثرية وهالشغلات اللي بترجع للحضارات القديمة. المنطقة دمروها، يعني حتى الناس دمروا الناس، يعني مثلا الذكريات. أنا عندي ذكريات، شو عندك؟ شو تتذكر؟ شو اللي شو عم بخليك؟ كل شي اللي عم بخليك تبكي هلا؟ الذكريات اللي دمروها داعش، الناس المسالمة اللي كانت هي البشر قبل الحشرة، ما بقت الإنسانية. بتحس إنه معقول الأمور ترجع مثل ما كانت؟ ما بعتقد. ما دام في يعني هيك جروبات إرهابية، ما بعتقد. كيف يعني ناس حترجع لهينها؟ انت كان عندك اصحاب هون كثير؟ شو صار فيهم؟ راحوا اوروبا، في قسم منهم اخذوا داعش قتلوهم، صار في بهذا الشارع صار في قتل عشوائي بالمستشفى هنيك، المستشفى العام، مستشفى سنجار العام، هن صارت قتل بالمستشفى، حتى المرضى قتلوا المرضى اللي كانوا بالمستشفى. فقط لأنهم إيزيديين؟ فقط لأن الإيزيديين والديانة مختلفة، مش لأنهم مذنبين، ما لأنه عملوا شيء. لا تاريخ الإيزيدية ما أدوا أحد، ما مسوي يعني شيء لأحد، بس لأنه الديانة مختلفة بيعتبرونا أنهم إحنا كفار. شو نسوي؟ بهاي المنطقة يعني بالتحديد بهذا الشارع يعني أكثر من 100 جثة من بنات أطفال يزيدية مسنات، كانت في هاي المدينة يعني مدينة سنجار ما نسميه شنغال، كانت في مسيحية يزيدية شبك تركمان عرب أكراد مسلمين شيعة، كل الناس كانت عايشة مسالمة هناك، لا مشاكل كل شيء. كان صار ليل ونحنا يعني كان لازم نلاقي مكان إنه نبات فيه، وكانوا البشمرجة يعني مشكورين هن اللي استضافونا عندهم بالقاعدة العسكرية، وتاني يوم كان حيكون نهار جديد مع البشمرجة بسنجار. ما
لم يقم تنظيم داعش الإرهابي بأي عملية نوعية مؤخرا ضد قوات البشمركة؟ بلى، قبل أسبوع جاين 3 انتحاريين على هذه الجبهات، الجبهة اللي شفتيها قبلها 10 كيلومترات 15 كيلومتر جاين، ولكن البشمركة الأبطال تمكنوا من قتلهم وتصوير جثثهم. كيف تقيمون التحديات التي حاليا؟ ماكو تحدي من قبل داعش بالنسبة لنا، بالنسبة لتقييمنا للبيشمركة، ولكن ما عندنا أمر لتحرير المنطقة. متى ما يجينا أمر بعون الله نتمكن من تحرير كل سنجار من داعش الإرهابي. لماذا لم يكن هناك أي سلاح ثقيل للبشبركة على هذه الخطوط؟ عندنا دبابات وهمرات ومدرعات، ولكن مختفية بعض المكان، ما خلي كل العالم تشوف. ما وقت الحاجة سوف يتقدم على الجبهة، إذا هناك ضرورة أو خطورة على الجبهة سوف يتقدم الدبابات ولا مدرعات والهمرات. هل هناك أمل لأهل سنجار من الأيزيديين التي تم تهجيرهم قصراً وقتلهم وسبيهم من قبل داعش؟ هل هناك أمل برأيكم لهم في العودة في الظروف اللي مثل ما تفضلتي؟ هم من كوبا وعسكرية أيضا، حاليا ما يقدر المدني يعيش هناك لأن المدافع والدوشكات مستمرة، وبنفس الوقت هاي أكثر من 4-5 مرات يضربون الجبهة بالغاز الخردل والمادة الكيماوية، ولكن الحمد لله لحد الآن ما صار شيء والكل سلامات. أما المنطقة احنا نسميها جبل سنجار شمال جنوب، الشمال الحمد لله ومتمانة 100% أمان موجود وشفتيها بعينك، أما المنطقة الجنوبية منطقة أمركبة ومنطقة عسكرية. متعودين على هاي الوضعية، هاي المرة 74 راح يتعرض اليزيدين على هيك حرب عبادة، ولكن للأسف الشديد قبل 1400 سنة ليس هناك إعلام أو تكنولوجيا حديثة مثل هذا. ماذا يحدث؟ ما حد يعلم. أما بالنسبة 3/8/2014 مو بس أنا ما كنت أوقع، كل اليزيدين وكل العقلاء والمثقفين ما يتوقع بهيك تقدم، بهيك تكنولوجيا حديثة، تكنولوجيا حديثة، هالتطور اللي بالعالم، حقوق الإنسان المتحدة، لجنة حقوق الإنسان في العالم، صاحب ضمير، قوة كبرى في العالم، راح يمتي أو يسكر عينه وأذانه على موت هيك. يجي هيك منظمة إرهابية سفلة ساقطين ما عندهم دين، مبدأ أخلاق، يبودون ملة ودين، عددهم لا يتجاوز 1,000,000 في كل أنحاء العالم. ما كنا نتوقع ولا كنا نتصور ولا كان في بالنا في هذا العصر أكو هيجي، لأن نسمع بالتلفزيون وحضرت شخصيا 98 بلشنا حقوق الإنسان بجنيف للحرب الإبادة ما ظل للأقل يعني. ولهذا كنا متمانين، ولكن للأسف الأمريكان والأوروبيين سكروا أذانهم وعيونهم إلنا وسنة ضحية لمؤامرة كبرى. هاي حقيقة مؤامرة كان بالمنطقة، وإحنا الأقلية اللي يزي صرنا ضحية هاي المؤامرة. أشكر شباب اللي يزي بقوا 2000 شاب كل أنحاء جبل سنجار، وتعهدوا بأن لا يتركوا سنجار إلا يموتون أو يستدون للهاي الناس الإرهابيين اللي ما عندهم أخلاق ودين، لأن هذا ما صار بالتاريخ. واحد يضبح من الطفل اللي عمره شهر إلى اللي عمره 120 سنة، سواء كن أنثى أو ذكر، ما فرقوا بين حدا، ضبحونا. هذا كل صاحب ضمير حي بالعالم يتعجب ويمكن ما يصدق هاي السالفة. ف
حرمائي اللي عند داعش أخذوا طفلة عمرها ما يتجاوز 6 أشهر وذبحوها وعملوها مع المرق يسمونه عندهم طرشين مرق شو يسمونه مع البصل ومع عجون ومن هالسوالف ودهن ومع الرز طعمه ومع هاي البنت قطيه جوعانه وهي صغيره عند الداعش شلون هاي الاكل؟ قال خوش اكل. قال تعرفين اكل ايش؟ اللحم؟ قال لا. قال هاي مال بنتك. تخبلت وبعدها بشهر مات. طعموها لحم بنته بنته. وانتم تشوفون بالفيسبوك او الانترنت في كثير من اطفالنا عمرهم ما يتجاوز 10 سنوات مقطوع رجل مقطوع ايد طلعهم وبالعشرات بل بالمئات من اطفالنا البقيه يتدربون حتى يجون على اهاليهم بالمستقبل. اطفال صغار عمرهم لا يتجاوز 10 سنوات اكثر من 12-13 سنة يتدربون في المستقبل حتى يعملوا منهم داعش روحوا اذبحوا تعملوا غسل دماغ اذبحوا اهاليهم. هذا هم موجود. وهي صار تقريبا 2 سنين ما باقي له شيء من 2 سنين اكثر من 5000 يزيدي ما صار. نعم قسم منهم جو قسم منهم اشترينا وعن بعض الاصدقاء جاوا كثيرين ولكن اشترينا؟ نعم اشترينا بفلوسنا عن طريق الوساطه. ممكن أن تفسر يعني تشرح لي ماذا تعني باشترينا؟ يعني كيف تشترون مثلا بنتي وأختي بسوريا برقة بوصل تل عفض يخابري واحد لكو واحدة عندي أدفع لك دفتر دولار دفترين في من 5000 دولار اشترينا قبل مدة اشترينا 60 وحدة طفل وحريم بسوريا مقابل 300,000 دولار أثاري عجزوا من القتل وضبح والأعمال اللا أخلاقية معهم 39 طفل زائدا 11 إمرأة اشتريناها ب300,000 دولار لكن عن طريق حزبنا مو إحنا من جيبنا ما عندنا فلوس حزبنا دفع الفلوس. نعم وكثيرين جبنا هالشكل وفي ناس يجيبون تبرع إن الدنيا ما تخلص من صاحب الضمير والأخلاق. في بعض الناس عندهم أخلاق عندهم ضمير عندهم وجدان يخلصوهم يهربوهم لوجه الله إنساني. هذا موجود. زرنا المزار وشكرنا العميد حششو يلي استقبلنا عنده قبل بليلة يلي فسر لنا بصراحة الوضع العسكري والسياسي والاجتماعي في منطقة سنجار وكان صار وقت انه نحن نكمل مشوارنا ودعنا البشمرجة وكملنا بطريقنا.